كابتن علاء، النادي الاهلي تفوق في كل شيء ولكن نجح البنك الاهلي في التعادل. واضح ان في مشكله في ممر الشرف اللي بيحصل كل مره. برضه عملوا لنا السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت ممر الشرف تعادلنا، والسنه دي ممر الشرف تعادلنا. بس هو المشكله ايمن اتعادلت مع فريق، مع احترامي الكامل للبنك الاهلي، فريق ما بيعملش حاجه خالص او ما بيعملش حاجه خالص. الثلاث دقايق اللي بيتكلم عليها كابتن شريف في اخر مباراه كان لازم يحصل بعد الهدف. ايوه بالظبط، ده اللي كان لازم يحصل بقى بالزبط. بعد الهدف لازم الضغطه والشراسه دي تخلص الماتش، هدف تاني وبعدين اعمل عايز تعمله. عايز بقى تغير تغير، عايز تريح تريح، عايز استحواذ سلبي استحواذ، اعمل اللي عايز تعمله في الملعب. والظروف بتاعت المباراه هتساعدك. البنك الاهلي فريق بلا هويه، يعني ماشي كويس قوي التعادل النهارده، ماليش دعوه بالتعادل طبعا، شيء اكثر الناس المتفائله اللي في البنك الاهلي ما كانش يتوقع ده اللي يحصل النهارده، لكن هو حصل. مبروك عليهم النقطه، لكن مش مبروك علينا احنا خالص، فقد نقطتين طبعا. مع فريق، يعني انا ما بحبش اتكلم على فريق منافس دايما النادي الاهلي، لان دايما انا بقول كلمه، النادي الاهلي هو بيدي المنافس انك تتكلم عليه. هو اللي يعني النهارده الموضوع لو مختلف شويه وانت ضاغط وهدف واثنين وثلاثه هتتكلم على النادي الاهلي بس، لان البنك الاهلي ما كانش موجود. كان الكلام بين الشوطين بتحفظ شويه على البنك الاهلي، كانش في وقت ان فريق انت مش عارف هو بيعمل ايه. يعني قبل المباراه فريق البنك الاهلي في معسكر 10 ايام مغلق. 10 ايام مغلق، انت متخيل؟ او احنا شرحنا قبل الاستوديو ان في فريق يبقى ليه شكل، هيقف في نص ملعب، هيعمل عليك ضغط. لا، كل اللي احنا اتكلمنا فيه ما حصلش في الشوط الاول. اللعب مفتوح، مفيش اي مشكله خالص. يمكن النادي الاهلي برده ما عندوش الهويه، ما عندوش الراسه الهجوميه اللي انا دايما بتكلم عليها. البدايه 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 لازم تبقى بداياتك قويه شويه. الشوط الاول في فرص ضاعت، بس ايمن مش فرص النادي الاهلي، مش شكل النادي الاهلي. في واحده جنب قام جايه كانت قريبه قوي، فرص مش يعني مش لعبك. يعني النهارده محمد شريف راح كم كره خطر النهارده؟ ولا حاجه، لان طرق لعبك وطرق هجومك مش ما تظهرش شريف. النهارده بتعمل كره عرضيه بس من بعيد قوي، من عند هاني من بعيد ومن عند معلول من بعيد. فيها شويه خطوره، لكن مش هي الخطوره، مش خطوره النادي الاهلي. لكن دي كانت مشكله في الشوط الاول. الشوط الثاني بدات بهدف هايل، لازم بعد الهدف ده ضغط ثاني تجيب الهدف الثاني. مع الاحترام الكامل للفريق المنافس، انا ما بتكلمش عن منافس خالص، انا دايما بتكلم هنا او بحلل هنا، دايما بحلل الفريق الاخو اللي هو متسيد متسيد المباراه، اللي هو ليه اليد العليا دايما، اللي هو بيتحكم في شكل المباراه. يعني انت لك، انت متخيل يا ايمن النادي الاهلي وصل لمرحله ان هو بيتحكم في شكل المنافس. يعني النهارده انت خليت المنافس 1-1 خلاص، وعمل اللي عليه وعايز نقطه النهارده من النادي الاهلي، حصل عليها النهارده. لكن انت لو الهدف الثاني النهارده والثالث تاخد الموضوع كان بالنسبه لك هيبقى سهل. لكن هنقول هارد لك ومعلش، بتحصل في كره القدم، لكن في الاخر ايمن فقط نقطتين، انت مش عايز تخش للمرحله دي. صح، يعني لسه كنا بنتكلم في قبل الاستوديو بنقول الرفاهيه انك تفقد نقاط في شويه، يعني مش مطروح. صح، ولا مطروح عند الجهاز الفني ولا عند جماهيرك ولا عند حد خالص. المنافسين اكيد بالنسبه لهم النهارده نتيجه النهارده ممتازه، لكن انا مش عايز مش اقصى على لعيبه النادي الاهلي خالص. ده طبعا ناس لسه ما شاء الله جايبين 10 ومفرحينا وكده، لكن كنت اتمنى النهارده ان المباراه تخلص بدري. وكان بايدك على فكره، يعني انت يعني المنافس مش على فكره، المنافس ما منعكش تعمل اي حاجه النهارده. صح، عشان كده انا ده اللي يعني ده اللي مضايقني شويه، ان المنافس يعني ما كانش بيدافع كويس وكان قافل عليك كل المنافس. لا 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 خالص، المنافس ده سايبك كل هجمه عايز تعملها اتفضل. يعني النهارده اخر دقيقه انت مضيع انفراد لوحدك خالص، لو في حظ او لو كان ربنا رايد كنت ممكن تطلع 2-1. صح، كنا هنتكلم ونقول اداء مش قوي واداء مش ممتع، لكن ثلاث نقاط انت عايزهم. عشان كده بقول لك النهارده انت فقدت نقطتين انت في احتياج ليهم بغض النظر على الاداء. صح، لكن هارد لك، وعامه بتحصل في كره القدم يعني. صح.